السوداني أن يختار، لأن هذه هي الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب. فنحن ننادي بالعدالة وبالمساواة وبالانتصار المتزن القائم على الكفر وعلى القوة. فلذلك نحن إن شاء الله يعني سنقدم لشعب السودان العظيم حلولا، لو قلناها الآن لتخيلنا حلم من الأحلام، ولكن نعم تصبح حقيقة إن شاء الله. سوف لن يكون هنالك شخصا يعاني من ضيق المعيشة أو من قلاء المعيشة، والسودان يملك هذه الأنهار وهذه الأراضي الزراعية الكبيرة مثل مزروع الجزيرة وغيره من المشاريع العظيمة الجديدة والقديمة. وإن شاء الله سيكون يعني العدل بين الناس والأمن بين الناس والسلام بين الناس، السلام بين الأحياء والأشياء وبين الإنسان ونفسه وعقله وقلبه، ويكون الإنسان يعني حرا كما خلق الله سبحانه وتعالى يختار ما يريد من عقيدة وما يريد من 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 من, من حزب أو من رئيس. ولذلك نحن يعني إن شاء الله يعني سنواصل معكم برنامجنا كاملا في إن شاء الله اللقاء الصحفي وفي اللقاء تقديم الورنين إن شاء الله كاملا. ونشكركم على هذه العجالة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.